كان في ريحة حريق، ولكن مش الحريق القوي لأنه كنا مسكرين الشبابيك، فما كنا عارفين يعني. كنا نورمال قاعدين في البيت، خلصنا أفطار وقاعدين، فكنا نسمع الإنذار وما إني إنذار توقعنا تجيب. لما سمعنا صوت في سيارة إطفاء فتحنا البواب صرنا نتأكد نسأل الجيران، دقيت على الجيران قال ما حدا بيعرف. فلما حسينا إن في إطفاء أكثر وكذا توقعنا إن في حريق، طلعنا على المخارج دايركت. Beep, 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 beep.